المنتجات الغذائية وما تشكله من أهمية كبيرة للمواطن العراقي، أغلبها تتركز في الأسواق العراقية من اللحوم والألبان وغيرها من الأساسيات التي لا غنى عنها، معظمها ذات مناشئ غير عراقية. فالمنتج الإيراني والتركي والسعودي قد طغى في سوق البيع ونال الحصة الأكبر في التعاملات التجارية العراقية. أما المنتوج العراقي فظل حبيس أغلال الذين لا يريدون انتعاش الاقتصاد العراقي. منتجات بكثرة موجودة، ومثل ما تفضلت أكو الأجنبية والتركية وحتى السعودية واللبنانية. المواد الأولية والمكائن اللي دي يصنعون بها بعدنا احنا على القديم، ماكو شيء جديد دي يدخل للعراق، يعني الاستيراد للمكائن ماكو، وأيضا الدولة ما توفر فرصة حتى يستورد، فتصير هاي صعوبة يواجه المواطن أو المنتج بهاي الشركة صعوبة بإيجاد حل حتى يخفض الأسعار أو يطرح منتوج إضافة المنتجات الأجنبية أو الدول العربية. المواطن العراقي بدوره يحبذ انتقاء أي شيء كتب فيه صنع في العراق لعدة أسباب، أولها تنشيط الاقتصاد العراقي وتقوية الصناعة التي بدورها ترصد الأيدي العاملة وأيضا تعود بالنفع للدولة العراقية. الله اللي أفضله، يعني اليوم أنا من أجي أشتري فد حاجة، مثل نبدأ بزيت الطعام، من ألقى مثلا الدار أسأل يا معمل الحلة، أنا أول شيء أفرح اشتغلت الأيدي العاملة العراقية ومعاملنا ترى ما مقصرة. ليست المشكلة في التصنيع أو الإنتاج بالمعامل العراقية، إنما المشكلة تكمن في عدم دعم المنتوج المصنع محليا من جهة، وعدم توفير البنى التحتية الصالحة لتشغيل المعامل من جهة أخرى. المنتج الوطني وما يوازيه من المنتج الأجنبي، التنافس المبني على أسبقية البضاعة المحلية، لولا الضغوط التي يواجهها من الجهات التي لا تريد للصناعة العراقية بأن تزدهر. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.